فضيلة الشيخ، هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط تبيت النية من الليل، أم يكون لها حكم صيام النفل فيجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر من نوى صيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام أول النهار أم لا؟ نعم، صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار بشرط أن لا يكون فعل مفطرا قبل ذلك. يعني مثل لو أن الإنسان أفطر بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم، هنا قال لا يمكن أن نقول هنا لا يمكن أن يصح صومه لأنه أكل. لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة نقول هذا جائز، لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاما فقالوا ليس عندنا شيء، قال إني إذا صائم. ولكن النية، ولكن الأجر لا يكون إلا بالنية، الأجر لا يكون إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما قبل النية لا يكتب له أجر وما بعدها يكتب له أجر. وإذا كان الأجر مرتبا على صوم اليوم فإن هذا لم يصوم اليوم كاملا بل صام بعض اليوم بالنية. وبناء على ذلك لو أن أحدا قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا وفي أثناء النهار نوى الصوم على أنه من أيام السبت ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام، فكم يكون صام؟ خمسة أيام ونصف. إذا كان نوى من نصف النهار خمسة أيام ونصف، إن كان نوى من بعد مضي ربع النهار خمسة أيام وثلاثة أرباع، لأن الأعمال بالنيات. والحديث الوارد من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال، وحينئذ نقول لهذا الأخ لم تحصل على ثواب أجل صيام الأيام الستة لأنك لم تصم ستة أيام، وهكذا يقال في يوم عرفة. أما لو كان النفل، لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح ويثاب من نيته فقط. نعم.